نحن في المسجد الأقصى اليوم صلينا صلاة الغائب على الأرواح الطاهرة التي انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وإن مجلس الأوقاف والأوقاف الإسلامية وكل أهل القدس تقدموا بهذا اليوم بخالص التعازي إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى كل الشعب المغربي وإلى كل من آلمه هذا الحدث الأليم بأحر التعازي، ونسأل الله أن تكون الجنة مثواهم وأن يلملم الجراح بأسرع وقت ممكن. من رحاب المسجد الأقصى نرسل برقية تعزية إلى جلالة الملك محمد السادس بهذا المصاب الأليم الذي أصاب جميع المسلمين في أنحاء العالم، الإخوة في المغرب الشقيق الذين توفاهم الله بسبب هذا الحادث الزلزال الذي حدث. نسأل الله العلي العظيم أن يتغمدهم جميعا برحمته سبحانه وتعالى، وأن هناك المصابين أن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يشفي هؤلاء المصابين، ونسأل الله أن يعين حكومة المغرب وشعب المغرب على هذا المصاب وأن يتعدوه إن شاء الله، ويكون دائما إن شاء الله. هذا المصاب أصاب كل المسلمين. من رحاب المسجد الأقصى نرسل برقيات التعزية والشفاء العاجل للمصابين، ونسأل الله العلي العظيم أن يتغمدهم برحمته سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، ويعتبرهم إن شاء الله نعتبرهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. من هنا من المسجد الأقصى المبارك بعد أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء في الحادث الأليم الذي وقع في المغرب، نحن من هنا باسم متولي المغاربة وباسم المغاربة في البيت المقدس وفي فلسطين وفي جميع أنحاء القدس نتوجه برسالة تعزية ومواساة إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وللشعب المغربي وللحكومة المغربية، ونسأل الله العلي القدير أن يرحم الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل والسلامة لجميع المصابين، ونسأل الله العلي القدير أن يعين المنكوبين والذين وقعوا والذين أصابهم هذا الحدث الأليم. نبرق يعني كل التعازي، أسمى آيات التعازي لأهلنا في المغرب وأحبائنا المصابين في زلزال المغرب، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، ونخص بالتعزية جلالة الملك محمد السادس الذي لا يألو جهدا بأن يكون مع الناس في كل مصاب لهم وفي كل سراء وضراء. من هنا من المسجد الأقصى المبارك نقدم تعازينا للشعب المغربي الشقيق الحبيب الذي ما برح أن يكون مع بيت المقدس في كل أحواله وأجوائه. كنعزي نفسي أولا والجالية المغربية المقيمة هنايا، كنعزي جلالة الملك الله ينصره لنا ويخليه ويحفظه لنا، دائما كيهتم بالرعية سواء خارج المغرب أو داخل المغرب، المغرب كله كان واقف وقفة واحدة. وشكرا، كنشكر بالقلب كل شخص دعا المغرب والشعب المغربي بمحبة وقلب خالص لكل المحاولات اللي كيحاولوا أنهم يحسونا أننا ماشي في غربة وأننا في بلادنا، لكن الإنسان دائما كيبقى يحس أنه بعيد، لأنه بعيد على عائلته بعيد على وطنه. كان أصعب 48 ساعة كدوز علينا كجالية بعيدة، وخصوصا في هذه الأرض المباركة ما قدرنش لا نتواصلوا مع عائلتنا، ما قدرنش نوصلوهم أو لا ناخذوا أي أخبار نطمئنوا على الأسر ديالنا والعائلات ديالنا. كنقولوا الحمد لله رب العالمين على في السراء والضراء، الحمد لله في كل وقت وحين. الشعب المغربي كله، عائلتنا وكله، باواتنا ووليداتنا، كنعزيو أنفسنا بداية، الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبرنا ويصبر عائلتهم على هذا المصاب الجلل، لأنه ما حصل في المغرب ماشي سهل، مصيبتنا كبيرة. باسم شعب فلسطين وأهل بيت المقدس نعزي الشعب الشقيق الحبيب أهل المغرب بمصابهم، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يتقبلهم وأن يعفو عنهم، أن يرزقنا زيارة المغرب ومعاونتهم على البر والتقوى والخير، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم يا رب العالمين، وأن يعوضهم في الخير وأن يحفظهم من كل شر وسوء، يبعد عنهم الزلزال ويبعد عنهم المحن ويبارك فيهم وفي شعبهم كلهم، اللهم آمين يا رب العالمين. على كتابنا أننا نصلي صلاة الغائب
نقول شيء صلاة الغائب على الموتى، على نتمنوا من عند الله يغفر لهم ويتوب عليهم ويرحمهم، ونتمنوا كذلك من عند سيدي ربي يرزق الصبر والسلوان العائلات ديالهم في هذا المصاب الجلل. الجرح عندك والآلام تغشاني، يا خير مملكة تحيا بوجداني، للمغرب البلد المحبوب تعزية أبث فيها مواساتي وأحزاني، كأن زلزالها قد مر في بلدي فزلزل القدس من سور لبنياني. يا خير من وصلت أرحام إخوتها، جئنا نواسيك يا أختا كإخواني، أنت الجميلة ما شاهدت مملكة أحلى وأجمل في ثوب وألواني. هذا عزائي، هذا عزائي، وهذا حزن قافيتي، أرسلتها صوب أحبابي وخلاني. يا سيد الملك الغالي بتعزيتي، أقول أنبل ما قالته أجاني. يا رب احفظ، يا رب احفظ لنا في الأرض مملكة من أي شر وأحزان بقرآني. يا رب احفظ أمير المؤمنين لها، المغرب البلد الغالي بإحساني. يا رب والشهداء الآن ارحمهم، وزين المغرب الأحلى كمرجاني. الله أن يخفف عنهم، أن يضمد جراحهم، أن يرحم موتاهم، وأن ينزلهم الله تعالى منازل الشهداء الأبرار الصالحين. الله أكبر. الله أكبر. ارفع التعزية من بيت المقدس للمغرب. طبعا. عند رب العالمين ان شاء الله ربنا باحترام الاخره، ويا رب يحفظ الشعب المغربي والمغرب يا رب العالمين يوفقهم الى كل خير، ويحفظ الملك
الشعب وكلكم، ربنا يخلينا اياكم يحفظكم يحفظ الخير بين المغرب وبين فلسطين يا رب العالمين. عرب الله اجرك، كلنا شعب واحد، كلنا زعلانين لكن عبر الله ماشي، عبر الله ماشي على كل. Thank you.